السلام عليكم. لا تقهر، روسيا تنشر صواريخ كان جل في كالينغراد. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس وصول ثلاث طائرات من طراز ميغ 31 مزودة بصواريخ كينج الفرط الصوتية إلى قاعدة تشيكولوفسك في منطقة كالينغراد. وأوضحت في بيان: المهام القتالية لطائرة ميغ 31 المسلحة بصواريخ كينجل سيتم تنظيمها على مدار الساعة في مطار تشيكولوفسك، وتندرج تلك الأسلحة البالستية كينجل وتلك العابرة زيكرون في إطار الأسلحة الجديدة التي طورتها روسيا. ويعتبر رئيسها فلاديمير بوتين أنها لا تقهر لأنها تستطيع الالتفاف على أنظمة الدفاع الجوي. وكانت موسكو قد أعلنت مرارا أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية في إظهار هجومها الواسع النطاق الذي تشنه منذ 28 فبراير في أوكرانيا. يأتي نشر هذه الأسلحة في كالينغراد على خلفية مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو في الأسابيع الأخيرة في شأن هذا الجيب الواقع على ساحة البلطيق. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.